سنوات. اشرح لي كيف. يعني كنت أسمع. نعم. إذاعة المجد للقرآن الكريم. إذاعة المجد للقرآن الكريم. قناة المجد للقرآن الكريم. نعم. ومن كان شيخك في البداية حفظك القرآن؟ الشيخ ميزان وفقه الله. ما شاء الله. ماذا حفظت على الشيخ ميزان؟ حفظت 7 أجزاء من القرآن الكريم. ما هي 7 أجزاء؟ من الفاتحة. نعم. إلى الآية 10 بعد 100 من سورة الأنعام. ما شاء الله. من سورة الأنعام. نعم. ما شاء الله تبارك الله. كان هذا في أي منطقة؟ في الرياض. وبعد 7 أجزاء من القرآن أين انتقلت يا شيخ جهاد؟ انتقلت إلى المدينة المنورة. ما شاء الله. وحفظت الباقي في البيت. كيف؟ مع والدي. كيف حفظتك والدتك يا شيخ جهاد؟ كنت أحفظه عن طريق السماع. كيف؟ أي تسمع المقررة. نعم. ثم تقوم بتكراره آية آية. نعم. حتى تحفظه، ثم تقوم بتكرار سماعه، ثم تقوم بتكراره كله. نعم. ثم تقوم بتسميعه عند والدتك أو والدك، ثم إذا كان عندك شيخ. نعم. فتسمعه عنده، وهكذا في اليوم التالي، وتراجع الوجه كامل. ما شاء الله. كم كنت تحفظ تقريبا في اليوم؟ نصف وجه. نصف وجه يوميا تحفظ نصف وجه؟ كنت أحفظ نصف وجه. نعم. ووجها ووجهين حتى. نعم. أتم الله علي. ما شاء الله. ما شاء الله. أتم الله عليك بحفظ القرآن، وهذا أعظم كنز الله سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان. من عجائب هذه القصة أن والدة جهاد كانت تسمع القرآن باستمرار منذ أن كان جهاد جنينا في بطنها. ولدة جهاد استمرت تسمع القرآن وتسمع جهاد القرآن حتى بلغ من عمره 5 سنوات. والله أعلم أن لهذا السبب حفظ جهاد القرآن بإتقان. شيخ جهاد حبيبي. نعم. كم عمرك عندما حفظت القرآن الكريم؟ 7 سنوات ولله الحمد. 7 سنوات حفظت القرآن الكريم كاملا. نعم. والآن أنت تراجع القرآن مع من؟ الآن أراجعه مع نفسي. مع نفسك أنت تراجع القرآن؟ نعم. كم تراجع في اليوم؟ تقريبا 3 إلى 5 أجزاء. هل التحقت بشيخ من المشايخ تقرأ عليه القرآن؟ التحقت أولا. نعم. بعد حفظ القرآن بالجمعية الخيرية لتحفظ القرآن الكريم. نعم. ثم التحقت بدار الفرقان. نعم. لتحفظ القرآن وتعليمه. حصلت على إجازة إلى النبي صلى الله. نعم. عليه وسلم. صلى الله. ما هي الإجازة؟ سند. سند إيش؟ في حفظ؟ نعم. كم سند أخذت الآن؟ الآن أخذت سندا في القرآن. نعم. وسندا في الجزائرية، وسندا في تحفة الأطفال. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شيخنا اقرأ لنا شيء من تحفة الأطفال. عدد أبيات هذه المنظومة 61 بيتا. ما شاء. البحر الرجز. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور، دوما سليمان هو الجمزور، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. ماذا شعرت عندما حفظت القرآن؟ شعرت بفرح كثير. نعم. ما شاء الله. وكيف كانت فرحة الوالد والوالدة عندما حفظت القرآن؟ كبيرة. ما شاء الله. ما شاء الله. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك، كل الأحزان فرّان. يا محكم القرآن، يا مسك مختوم، أنفاسي من دونك أبد ما استقرّان. شيخ جهاد. نعم. أريد أن أختبرك في القرآن. لا حرج. لا حرج. نعم. جاهز؟ نعم. أنت شيخنا وحبيبنا، المفروض أنت اللي تختبرني، ولكن اسمح لي أني أنا أختبرك. لا حرج. الله يبارك فيك. بدأت في اختبار الشيخ جهاد في القرآن،
ولكن كان اختبار الشيخ جهاد خاص جدا تبارك الرحمن، كان حفظه للقرآن متقن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحميه. آية 34 في سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آية يا شيخنا 171 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أكمل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الإمكانية وهذا الإتقان لا يأتي إلا بجهد كبير جدا، أولا الإخلاص ثم التوكل على الله ثم جهد الوالدين. الولد كفيف، الولد كان صغيرا ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تبارك الله اجتهد الوالد فوصل إلى هذه الإمكانية. عبرة لكل شخص يشاهد هذا النموذج الرائع ما شاء الله تبارك الله. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على